أنا ناديا كامل عضوة في لجنة التحكيم بتاعة الأفلام التسجيلية. أنا مش بتكلم من المسرح ولا من السينما، بتكلم من المطبخ، حيث قضيت آخر كام شهر بين المطبخ والفرجة على أفلام والقراية والعجلة، بركب عجلة كتير، ده لأننا هنا محبوسين هنا في بيوتنا ومش قادرة أجي. كنت أحب أكون موجودة طبعا، بالذات إن الواحد بيحب يتفرج على الأفلام ويتكلم فيها. أنا عايزة أشكر لجنة المهرجان إن هي صممت تعمل المهرجان وتخلينا نشارك فيه، ما تستثنيناش عشان مش قادرين يجي. وعايزة أشكر الناس اللي هتتفرج على الأفلام بالرغم من الظروف الغريبة، مش عارفة أنتوا بتتفرجوا في السينما ولا في الأونلاين. أهم حاجة إن أنا عايزة أشكر المخرجين، الأفلام ملهمة وأساعدتني وحسستني إن أنا هنزل أصور وهعمل فيلم بكرة. شكرا على الأفلام الجريئة القوية اللي بدون استئذان، مواضيع صعبة ومهمة، هي صعبة لأنها مهمة ومهمة لأنها صعبة. أشوفكم قريب في الأردن، في عمان.